الحديث الثالث عشر حديث صدح صبناد أيها الكرنة كسر الرئي الشيخ. البناء الإسلامي لاسمها إسلام كاللون السبي هو حديث كاضي عن أبي موسى الأشعري بخاري مسلم وحيك السوري أبو موسى الأشعري مقعيس عبد الله بن قيس بالرنشري رضي الله عنه إلى رأليها كالنقضي قال إنه يلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحر رسولك إلهي المؤمن للمؤمن مؤمنكم مؤمنك كالوح أيهي كالبنيان لسمو كالويه لسمو كالويه يشد بعضه بعضا يشد وأتكينيا أما بنيان كاس حال يشد بعضه بعضا بركي وبركة كلا أتكينا يعني لسما إس أتكينا يوكلو كالدقيا هاي مؤمنين تأيسيه وشبك بين أصابعه نبينا صلى الله عليه وسلم وحي إسقليي فرها قعمه إساء يسقلي فرها قعمها أي إسقليي الله بضع مركا قعموت فرهودي أي إساء يسقلي يعني إسلافي فرب فردافي متفق عليه والإسكوة فقصية بخاري مسلم بل مدوى السوري حديث كان وحاو تلماما يا مؤمنين تؤين السحريهين وبمعنى واجبك أيتهين إسكح النادان وإسكالميان وإسكرب صدان وإخيرك كم ذوبان وإنك لتفرارق وخيرك إسلتش على ذان خيرك إسلتش على ذان مركا المؤمنين توحى إسكاد لغيهين لسميا شاسي إسكاد لغيهين لسمها ولا إسدافيا يعني سكت بسكت بالا دافين ايا وارك تنسيدا مركا تشاتور هذا الله ديوار مركا وحبا إسو هيا تلبيس باودا حيسا قد دلولا ما ييشو يعني هدي ميل الدلول شنطو ووحد اسمه كدمان لكن هدو إس هايستو باسمه ومرك في عين هيا وراك سين يهيبو إس هايستا وان قد دلولا لهي مؤمنين تنساس إسا قد دقانت وحلو تشيدا واجبك وإن السداء استقردق نادان وأمر شرعي شرعي أهان باسداء لقربا هذا واقع أهان سي خلاف سنة كرد عدو وأرن قدرية أرن شرعي ما شرعك وحيتهي وإن اسكم مد نقضان أي مذوبان يعني خيرك اسكا شدان شرك اسكا قبطان وناك اسلتش على هذا السنة الصحيحيان قاركود بقارك كلا أي حوشيان التاقيران حين يكون تاقيريان خيرك شرك إن عدنا بالله قد تاقير ما بنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لبضوا الإسرائيل أمرك الأمر أيه إن خيرك ليسك الميستو يريبست الريب أيه إن دمبك إيا حقودبك ليسك الشدو لبضوا الإسرائيل مرك الله بضوا إلا وضغطا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واجب أساس مرك المؤمنين تويسوحن الصنيان مرك مدر دباتة كل عضو كوة كلا دباتة دوار دبايسان اسكو ما بوير السنيان يعني واجب كوين اسكو بوير السن وحاران هذا اسكو بوير السن خيرك إسلتش عليه خيرك أي إسلتش عليه قالت النبي صلى الله عليه وسلم حديثك جوامع ذا أبو كمدي هو من ضناي إن شاء الله من أحب أن يدخل الجنة ويزحزح من النار فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس بالذي يحب أن يؤتى إليه كيش على هذا إن شنن لك لي النار لقفك إيه قيريدي سهوت ما أدو إساق الرمينا يا إلهي ما أنت آخر هنا أولي ما أدوذتك waxa uu jecel yahay dadku inay isaga ula yimaadaan oo kula dhaqmaan isaguna dadka kula dhaqmo wali yati lan nas bil ladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi marka kitabka ayu ahadiisa ku sugan kamid yahay insha Allah way noqon doona marka mu'mininti way iskamil yeliyan way sunna sahihayn al mu'minu mir'atun li akhihi walakin murayadu kal wiyah yani qalad hadu ku dhaco ama zalla ku dhaco waa baraarujinaya muraayada qofku markuu isku eego hadii wax saaran yihiin wajigiisa
ويسك قاضي ويسك بيني ويسك بيني مركا قالت كيسي بكبر رجني قالت كيسي أي كبر رجني يعني خير كبا يسهر سيديا حمان تبا يسكر هيبيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن وناقي إصفران حمان تبا يسكر هيبا ويسك قبطان تسمعنا هذا واحد تهي يعني حق خير كيسو كامل يالي 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 روحنا مركا كيلي اسمه بحناي المرء كثير بإخوانه بالين أفكو حكوب بذن يهي ولا الذي كيلي اسمه بحناي الإنسان مدني بالطبع نواتا لا يريد يعني قفكو وحبها هي كل بطلين للرقم كيلي مدئس بحناي معها مركا إن وناقي ليسو تشيدو وحمانتي ليس كرهيبو أي واجب بيه والله يسون نصيحة أيوه هذه وحوية وناقية آن لسفرين حمانتين اللي اسكاقبانين دي نصحيق اللي اسمه صمين والله يسون نصيحة ده داركتو ولالكا أهدان كسي دعية ده ترى هذا اسكاق عمس ساقو سيد دونا هيا يا وحوية وناق أمات صمين حق النفط هذا وناق أمات صمين إساقين وناق أمات فلين حمانتا أكرد عيوه إلا قبطا وحيوطاي واحتر تحجزه عن الظلم فذلك نصره أتي حديثك قصة أرورتي أركو النبي قوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما ولالك أقرقار هدو واحد ظلمي يهدي الله ظلمي مركا سيئة رسولك إله يو قررنا يهدي الله ظلمي يهدي إنا أقرقارنا فكيف أنصره سانو أقرقار إساق واحد ظلمي قال تحجزه وتمنعه عن الظلم فذلك نصر وحد كقبان إساء ودي ليس حد قدبك يا الظلم تاسا قرقار حد وقرقار إساء النار وحن النار تكوك قليل هواد كقبان أتو النبي صلى الله عليه وسلم يلي وحن إذن كردقنا هاي سيدي مركان نين ضبشتاي وضبكي مركوشتاي أيا بهالي يرى حشرات كأهاية حيروين تأيكوا سوكلا ضبكي قوضا دانايا مركز يسوون الدبكة كعلنية يدو نصيدة يدو أرور إيسا صيدة يدو أدول إيسا بي دبكة إسخطور إيسا ماذا حماد حسو قطور إيسا مركز ناربان إذن كهيابو النبي قولي صلى الله عليه وسلم إذن كقب قبان إيا وحان إذن هيابو لقنتي مركز سائس كيف فرفور إيسا مركز روح مؤمن حدين الأركوين وخطر كل سعودة خطر تيوان لقا قبتا ولو حبرد بصدا إن لقا قبتا ولا لماذا أنا كإنسانيس وحديث كرتصيد الله جقبان يا وقتي إذا قاركود إن النوع عن ما مركي سيا شدة صوقشوا وحري الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني قفك مؤمن كاه قفك كلام مؤمن كاه صدا وقلنا صحينا يو ونا تشينا يو أي مركا تلمامي مركا سوي حلو حكدي جي هاي لبذا الروح مؤمنين تاهي صدا لبذا قعمدو كلا يسجد جي لبذا قعمدو حديث كرت وقتي إذا قاركود إن وصخ يكون بعضه وصخ ذا هداد بيا يعني مركا كل يكون ما يده إننا كبو إن بالغيا وحد يعني كرتين يوبا تعيد إن تسوق ذات كل حقوق ده حنون هبي يلا تو لكن حنون كير إلى ذا هاي يا أضيق كتشرة وحكوين نظافة هدا وكإمانيس هو أبي العيد دير الوحقوق يئه يعني وحوي النظافة يا مركا وانا مركا دنبا كرنا لنا يا كوي كاسا كم يسان بطن مركا قفك مؤمنك قفك كلام مؤمنك ودعي كرتا واختي هذا قار كود انو هذا لك قعدك ايو ساقو النصيحين ايو لكن واحد كرنك انت هاي لبدا قعمود عيدا لقو عدادا او كلاكسي وصخنا اللو قتشا ساسو كلا كرنك انت واختي هذا قار كود بان لينك يدبع سنانتي اين انفعي مركا واجبك واحد على كل حال مؤمنين تو ان اسكو تيرسنادان ان ميد نوقدان تفرق اي كلا تغا وحا كان سنين ان اي كدهرادان وا ان اي كلا تغين او هل ميد اي نوقدان سدو الله با ويري واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واجبات كدينتا وحي يقيب السمان واجبات عينيه يا واجبات كفائيه وحي واجبات عينيه شخص كسبوين ولا يمد واجبات كلفتود عيني قاهي وحيسي قبل سما ينقار جماعي يقار انفرادي
marka kuwi jamaahan loo sameeynaay wayna muslimiinti wada sameeyaan oo jamaahan u sameeyaan day tahay jumcadii iyo jamaacadii iyo ashiyada lamidka waajibaadka kifaa'iga ah haday ku kacaan cid ku filan haday ku kacdo kuwa kalena waajibku waa ka dhacay kuwa kalena waajibki waa ka dhacay marka waxyaalo badan umurta diinta kamidaba waxay u baahan yihiin in la wada qabto oo ruuxu kaliya aanu la iman.